طيب زي ما انتم شايفين ده كده ايه التيم سايت اللي احنا ايه كريتناه من شويه. تعالوا نبص كده على تفاصيل التيم سايت ده. في تيم سايت فوق هتلاقي فيه بار كده فوق فيه شويه لينكس ماشي، يعني اللينكس دي مش هتعامل معاها دلوقتي، بس منهم سايتس مثلا لو دوسنا عليه بلاش انا اسف خلاص مش هنشغل سايتس دلوقتي خالص. تعالوا نكمل. هنا في ايه منيو، المنيو دي فيها اليوزر نيم بتاعك، ولو دوست عليها زي ما انتم شايفين طلع لك ايه حاجه اسمها اباوت مي وحاجه اسمها ساين اوت ماشي. ايه اباوت مي دي هتوديك على سايت البروفايل، ساين اوت لو انت عاوز تعمل ايه لوج اوت ماشي. هنا في منيو مهمه جدا اسمها سايت سيتنج ماشي، او سايت اكشن، يعني الزرار ده كده على بعضه بنسميه سايت اكشن. انا عامل لوج ان بالسيستم اكونت اللي هو الادمنستريتور. ها ايه ايه احنا عاملين لوج، مش انا طلب من يوزر نيم بس. بتاع ويندوز، ما هوش احنا اتفقنا ان احنا عندنا في الاوثنتيكيشن نوعين، ويندوز اوثنتيكيشن وفورم بيز اوثنتيكيشن. انا ويندوز، فالويندوز هيكتب لي اسم اليوزر بتاع ويندوز، بس هو ادمنستريتور بيحط مكانه سيستم اكونت بس. ها يعني انت ينفع تكريت يوزر على الويندوز تاني هنا وتخليه يخش على الشير بوينت سايت عادي. طب هو بيجيب اليوزرز دول منين؟ من الاكتف دايركتوري، ما سجلوش في الداتابيز بتاعته، مفيش داتابيز اصلا. هو اليوزرز في الشير في الويندوز سيرفر محطوطين فين؟ في الاكتف دايركتوري. هو بيجيب منين؟ من الاكتف دايركتوري. يبقى هو عمل بروفايدر يفهم الاكتف دايركتوري ينسرت بقى. هو طبعا مفيش انا انسرت بيه، انت هتروح تكريت يوزر في الويندوز ينفع تديله بريفليج على السايت، بس انا ما خدناش ازاي ان دي بريفليج، فمش هعمل ده غير في اخر يوم ماشي. طيب السايت اكشن ده الزرار اللي هنا ده، الزرار ده فيه لينكين مهمين جدا، واحد اسمه سايت كونتنت واحد اسمه سايت سيتنج. اكشن انت بعد ما تعرف الشير بوينت كويس، الناس بتوع عاده عشان في لينكات كتيره وحاجات كتيره وصفحات كتيره، بس انت في الاخر لما تعرف الشير بوينت كويس هتكتشف ان هو ايه لينكين، سايت كونتنت والسايت سيتنج. السايت كونتنت ده فيه ايه يا جماعه؟ فيه الكونتنت بتاع السايت اللي انت فيه دلوقتي. فالسايت ده السكشن الاولاني فيه الليست واللايبريز، والسكشن الثاني قلنا ايه؟ السب سايتس اللي تحته. طيب امال السايت سيتنج ده، دي شويه لينكس كده موجوده عشان ايه؟ تمانج السيتنج بتاع السايت ده. زي مين كده؟ زي السنترال ادمن، شايفينها؟ قريبه من الشكل بتاعت ايه؟ السنترال ادمن. شويه لينكات وكل لينك تحت ايه؟ كاتيجوري. طيب الهوم بيج اللي انا فيها دي ايه اللي موجود جواها؟ موجود جواها كذا كومبوننت، واحد منهم اسمه ايه؟ مش هنقول اسمه دلوقتي، واحد فيهم وظيفته ان انا تشنج بيه شويه حاجات. منهم وات از يور ستايل؟ ده اعمل بيه ايه؟ اغير بيه الستايل بتاع السايت ده. ايه ده، هو انا ينفع اغير الستايل بتاع السايت في الشير بوينت من البراوزر؟ ينفع. منين؟ من هنا. طب افرض اللينك ده مش موجود، يبقى من تشنج ذا لوك ماشي؟ فانا اقول له تشنج ذا لوك. ده الشكل، ده الشكل بتاع تيم سايت اليوزر هيشوفه الاخر لو انت ما عملتش حاجه. المفروض ايه؟ انت بتحكم على الويب سايت، انت اللي عامل ده مش انت اللي عامل السايت ده، يبقى انت كنت عاوز يشوفه كده. طيب بس انا يعني لو عملت بابلش للسايت ده الناس تخش، لا اللي هيخش هنا اللي بريفليج اللي هو مين؟ سيستم اكونت بس، وحد لسه ليه بريفليج يعني لو اديته بريفليج هيشوفه طبعا. يعني انت جبت صفحه بتاعت سيستم ادمنستريتور مثلا وانت حاطط اليوزر بريفليج عليها، انت بقى بتسالني هشوفها ولا مش هشوفها، انت ايه رايك المفروض اللي يحصل؟ انت اللي تقول اهو يعني صح؟ اللي انت عاوز تقوله مش كده، انت عاوز تقول شكل السايت وحش او لا دي مش للديفلوبر اصلا، دي صفحه لا مش للي عمل ويب سايت، دي هوم بيج. انت غير في الهوم بيج زي ما انت عايز، غير في شكلها، ممكن تشيل المنيو دي لو انت عايز، ممكن تشيل الريبون، شيل اللي انت عاوزه وحط اللي انت عاوزه، بس احنا لغايه دلوقتي بنعرف ايه اللي موجود. انا ممكن اوريك اوتبوت لشكل سايت شير بوينت اس بي اس ايفنتس، ده سايت شير بوينت. خلونا في اخر يوم حتى نعدي نتفرج على اللي جواه، بس بعد ما نفهم شويه شير بوينت يعني. لا هو السايت ده بيمانج ايفنت بتاع شير بوينت اصلا ومعمول شير بوينت.
هل ده شكل شيربوينت؟ لا. ده شكل اللي انتوا شفتوه دلوقتي؟ طب هو بدأ باللي احنا شفناه؟ اه ممكن يكون بدأ باللي احنا شفناه وصل للشكل ده. بس ده بخطوات بقى يعني، مش اول ما بدأ قام عامل هوبا تك وصور بتنزل وحاجات، مفيش الكلام ده. يعني في ديزاين عامله من بره تمبلت مثلا اتش تي ام ال اركبه ينفع تعمل ده؟ اه ما احنا هنعمل ده اكيد، بس في كورس براندنج. انما احنا عاوزين نعرف دلوقتي ايه الشكل الديفولت. طب الديفولت ده بتاع كل السايتس؟ لا ده بتاع التيم سايت، عشان ده تيم سايت شكله كده صح. طيب انا بقول دلوقتي ايه؟ طب انا عاوز اكستمايز شويه في شكل السايت، مش عاجبني الوانه ومش عاجبني المنيو اللي في الجنب دي ومش عاجبني الخطوط، ينفع غير الكلام ده؟ اه هاجي من سايت اكشن وامله ايه تشينج ذا لوك، فامله والنبي دي اللوكس اللي قدامي، اختار واحد من دول. اكتر واحد عاجبكم ايه؟ اكيد اللي كان شغال صح. فانا اختار مثلا ده الاسود، حاجه ايه في ايه؟ طب خلاص ايه، عاوز اغير شكل الويب سايت. فانا فتحت السايت اكشن وقلت له ايه يا جماعه تشينج ذا لوك، اداني شويه تمبلتس اخترت منهم ده، فعمل لي ايه؟ اداني انا بقى شويه اختيارات، بيقول لي عندك صوره عاوز تحطها باك جراوند غير دي؟ لو قلت له اه هتقول له مثلا تشينج وتابلود صوره جديده وتسلكتها من جوه الشير بوينت. يعني مش طبعا احنا لسه ما بنعرفش اصلا نرفع صوره، هو انت كده بيقول لك ابلود وبعدين اختار سلكتها من جوه الشير بوينت. اه ما هي مش الصوره دي ايمج؟ اوكي ما هو جيبها من على الجهاز وهو يرفعها في الشير بوينت وبعدين يلينك عليك. ماشي ايا كان مش مهم دلوقتي. عاوز تريموف الباك جراوند اصلا مش عاوزها، هتقول له من هنا ايه ريموف. عاوز تديليت الايمج؟ اه حسب. طب عاوز تغير الالوان؟ اه مديك شويه ايه اختيارات اهو، انت عمال بتعدي وهو عمال يوريك ايه اللي هم نفس الالوان اصلا. لا مش هم، مش لازم. لا لا مش لازم، كل تمبلت هتفشوت الوان مختلفه عن التانية. عشان اخترت مثلا اللون ده، بعدين بيقول لك ايه السايت لي اوت. لي اوت ده اللي هو ماستر بيج، عنده نوعين، واحده اسمها سياتل وواحده اسمها اوسلو. شايفين اوسلو شكلها عامل ازاي؟ شكل الهيدر مختلف، مفيش منيو في الشمال. يعني لو جيت اخترت دي دلوقتي بقت كده. بعد كده الفونتس بقى، الفونتس مثلا اخترت الفونت ده هتلاقي دايما بيديك نوعين من الخطوط، وفي الالوان ثلاثه. ليه ثلاثه وليه اثنين؟ هنعرف في البراند. ماشي طيب. فانا جيت قلت له خلاص انا عاجبني ده، فاجي اقول له ايه تراي ات اوت. ايه مش عاجبك؟ ما وحش اه انا عارف. اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه يا جماعه؟ الحته دي كده اسمها كومبوزد لوك. اسمها ايه؟ كومبوزد لوك. ده جديد في 2013، ده من الحاجات الجديده. الله. فانا قلت له ايه يس يس كيب ات. ماشي عاجبني جدا، حاسس انه مش عاجبكوا. ففتحت دلوقتي الهوم بيج بتاعتنا. شايفين شكل السايت اتغير ولا لا؟ بقى تحفه. بس خلي بالك من حاجه، ان اللي احنا بنعمله ده اوت اوف ذا بوكس، يعني الناس تقدر تعمله. يعني دي فيتشر ينفع تديها لصاحب السايت عشان يغير في اللون وقت ما هو عايز. البيست براكتسز ان انا اعمل ايه بقى؟ ان حضرتك تعمل كاستم ماستر بيج بمزاجك، بس تطلع من ضمن الاختيارات دول. ليه؟ عشان الراجل ينفع يختارها وينفع يرجع فيها ويختار واحده ثانيه، وينفع يختارها ويغير في الوانها. ماشي؟ وان شاء الله نحاول نعمل ده في براندنج. دايما كده عشان تتاكد انك شغال شير بوينت صح، الحاجه اللي هتعملها تحطها جنب حاجه الشير بوينت. ما ينفعش اوفررايت حاجه الشير بوينت. ما ينفعش اوقف فيتشر كانت موجوده عشان انا مش عارف استخدمها. اصح حاجه ان الحاجه اللي موجوده دايما تبقى موجوده وانا بكمل عليها او بحط حاجتي جنبها تطلع زيها. ماشي تعالوا نرجعها لايه للشكل الاصلي. فانا هقول له تشينج ذا لوك ده ترويت يس. دي حاجه فيتشر بمنتهى السهوله ايه موجوده اهي. برضو كنت اقدر اجيبها منين يا جماعه؟ كنت اقدر اقوله من سايت سيتنج، هتلاقي في حاجه اسمها هنا لوك اند فيل. ماشي لوك اند فيل دي هنعيش عليها في كورس البراند، هنخلصهم كلهم. هم مش دول بس، في اوبشنز زياده هنزودها، والحته دي برضو هنتكلم برضو عنها في كورس البراندنج مع الاسنشال. بس هنا في لينك اسمه ايه يا جماعه؟ تشينج ذا لوك. شايفين بقى من كام مكان؟ ادي من هنا مكان صح، ومن المنيو دي اهي مكان، ومن هنا مكان، ثلاث حاجات اهم على نفس اللينك. طيب اللي في الجنب دي بقى ايه؟ منيو، سايد منيو. انا عاوز السايد منيو دي ازود مثلا فيها لينك لجوجل، اعمل ده ازاي؟ ينفع اقول له اديت لينك واقول له انا عاوز ازود لينك.
فيقول لي هو اللينك انت عاوز الديسبلاي بتاعه ايه؟ فقلت له جوجل. والادرس بتاعه http .com ايه؟ انا بتالي جوجل هتلاقي حاجه زي مش عايشت هيزعل. طب انا مش عاجبني اللينك عاوز اشيله، ينفع اعمل عليه ديليت كده؟ طب عاوز اغير في الترتيب، ينفع تعمل كده؟ ليه مش شغال؟ اهو دراج ودروب بس مش عارف ليه مش شغال. ممكن يكون في المالتي ليفل بقى، يعني لو كذا ليفل تحتها كانت ممكن تدراج تحتها وفوقيها وكده. المهم سيف، عمل ايه؟ طلع جوجل وشال الهوم. لو انا فتحت جوجل دلوقتي طب ما ينفعش اقول له فتحها لينك لوحده بلانك؟ هتكستمايز بقى شويه، مش لسه مش دلوقتي، لكن دي بتفتح فوقيها. اه اديت لينك برضو فوق، اقدر احط توب منيو. طب انا حتى عاوز المنيو دي تبقى دروب داون، ينفع بس برضو ايه لسه قدام شويه. طب تعالوا نخش فين؟ في السايت كونتنت. في السايت كونتنت يا جماعه بصوا للحاجات اللي قدامنا دي. اول واحده دي اسمها ايه؟ دوكيمنت. ماشي، دوكيمنت دي نوعها ايه؟ لايبرري، يعني ما ينفعش يترفع فيها غير فايل، صح ولا مش صح؟ هتلاقي حتى بيكتب لك هنا عدد الايتيمز اللي فيه واخر وقت حصل فيها ايه؟ موديفيكيشن. ماشي، طيب مايكرو فيد هتكلم عنها كمان شويه. عايز اعمل بيج تحط هنا؟ لا مش لازم هنا بقى، هي بيز يعني نوع كل دوكيمنت، كل دوكيمنت لايبرري ليها نوع من انواع من الفايلز ينفع تتحط جواها. طب بتوع الصفحات بيتحطوا فين؟ بيتحطوا في واحده اسمها سايد بيجز. اهي هتلاقي جوه سايد بيج دي ايه؟ فايلز. الفايلز دي هي عباره عن ايه؟ عن صفحات. لو انا فتحت الهوم دي هتلاقي هي الهوم اللي كانت قدامنا من شويه. طب لو انا ولو انا فتحت دي صفحه ثانيه، هاو تو يوز ايه ذس لايبرري هيلب مثلا. طب انا عاوز الصفحه دي تبقى الهوم بيج، اعمل ده ازاي؟ ما دام انت بتتكلم على ايتم بعينه، الحاجه اللي انت عاوزها تعملها هتعملها وانت واقف فيه. ازاي؟ من الريبون. لو فتحت الريبون هتلاقي في اوبشن هنا اسمه ايه؟ ميك هوم بيج. فانا هقول له ماشي انا عاوز ميك دي هوم بيج. اوكي. لو انا جيت دلوقتي دوست، يعني خلونا نقفل ده اهو، دوست هنا بقى مين الهوم بيج؟ اهو انا الهوم، اهو اللينك بتاع الهوم اهو. مين بقت الهوم بيج؟ هي دي صح؟ طب عاوز ارجع تاني في كلامي. فانا قايل له ايه؟ هات لنا عم السايت، هات لنا بيجز تاني، افتح لنا الهوم وخليها لي هي ايه؟ هوم بيج. جيت قلت له هوم. هو ده فتح ايه؟ صفحات هنا اللي راح يجويني عليها بس. صفحات الصفحات دي ستاتيك؟ يعني ايه ستاتيك؟ مش فاهم قصدك، قول تاني وضح سؤالك يعني. والله ينفع تجيب داتا من داتابيز؟ يعني مثلا هو هنا عامل لك نيوز فيد صح؟ ايه نيوز فيد دي؟ انا حضرتك لو عاوز تبدا هنا تكتب كلام وتقول بوست. غالبا هتلاقي بيكلم حاجه في سايت تاني وانا ماليش برميشن او معرفش انا ليه ولا ماليش. المهم هتلاقي الصوره. عرفت ليه؟ الصوره بتاعتي. ماشي، الصوره بتاعتي موجوده على سايت تاني بتاع البروفايل. فهو بيلينك على البروفايل، بس المشكله ان البروفايل في سايت تاني فطلب من يوزر نيم بس. عشان كده المفروض البروفايل يبقى على نفس السايت، بس يعني مجازا دلوقتي عديها لغايه ما نشوف البروفايل. فانا عملت بوست اهو صح؟ ينفع حد يخش يعمل لي لايك، وينفع حد يعمل لي ريبلاي ويكتب كلام. الكلام ده بيتساب فين؟ انت ايه رايك بيتساب فين؟ في الداتا بيز اللي هو عاملها. صح ولا مش صح؟ في الداتا بيز اللي هو عاملها. هو هيجيبها ازاي؟ هو انا اللي عامل الكنترول ده؟ هو اللي عامله. صح؟ طب انا ينفع اعدل فيه؟ اكيد ينفع، ينفع غير في اللي بيعمله، ينفع كل حاجه تنفع. طيب هنا مثلا دي كده اللايبرري بتاعت الدوكيمنت. لو انت عاوز تقعد دوكيمنت من هنا ينفع، لو انت عاوز تروح تقعده من هناك ينفع. طب تعالوا نجرب نابلود دوكيمنت. انا دوست هنا على دوكيمنت وداني كده على مين؟ على اللايبرري بتاعت الدوكيمنت. فلو قلت له سايت كونتنت دوكيمنت برضو على اللايبرري بتاعت الدوكيمنت، ينفع اقول له اد نيو دوكيمنت؟ اه اهو. فانا هاجي اقول له ايه؟ انا عاوز اختار فايل. فبقول لي الفايل اسمه ايه؟ خلونا مثلا نحط ايه؟ او الجدول مثلا. اوكي عمل ايه؟ كريته هو صح؟ لو انا رحت على الهوم بيج ده ايه ده؟ مش ده الجدول؟ ده اللي احنا عملناه دلوقتي ده يندرج تحت انهي ايتم او انهي فيتشر من اللي قلنا عليهم في الشير بوينت؟ كونتنت. كونتنت ايه؟ رول اب. فين الكونتنت؟ اهو صح؟ رحت الهوم بيج معاك كونتنت، فاضل ان انا اعمل ايه؟ استايل. دي ينفع استايلها؟ ينفع غير الستايل بتاعها؟ استايل ازاي؟ اغير شكلها خالص. اغير
غير الحته بتاع الدوكمنت دي غيرها خالص خليها حاجه تانية ماشي خليها ديف مثلا ومكتوب فيه كلام انا حر اعملها لينكات ماشي يا جماعه طب تعالوا نخش اكتر ايه احنا كده شفنا انا كنت بس عاوز اوريكم التيم سايت شكله عامل ازاي وايه الليست اللي فيه يعني وانا كده دوست على الاكسل دوت هفتح لي السايت الايه على الاكسل الفايل ده هنفتحه في السايت لا مش هفتح في السايت مش دي مش ده الديفولت يعني هنشوف لسه هنشوف ماشي في برده لايبرري ثانيه اسمها مايكروفيز مايكروفيز دي اللي هتلاقي لها علاقه بايه بالكنترول ده يعني الكنترول ده بيكلم الحاجه اللي اسمها مايكروفيز دي ومنها بيكلم الداتابيس طيب ما عندوش هنا هو ولا ليست دول كلهم عباره عن لايبرريز يا جماعه في مثلا لايبرري اسمها ستايل لايبرري دي وظيفتها ايه لو انت عندك سي اس اس فايل لو عندك اكس اس ال تي فايل تحطه في اللايبرري دي ماشي طيب سايت اسيتس بنحط فيها صور بنحط فيها مثلا لو حاجه ليها علاقه بال HTML مثلا او whatever اللي احنا عاوزين نحطه خلي بالكم من حاجه انا ينفع في الدوكيومنت ارفع سي اس اس وينفع في الستايل لايبرري احط اكسل فايل احنا بنتكلم على ايه على كونسبت يعني الفولدر ينفع تحط فيه اي حاجه وينفع تعمل كونستريم ما تحطش اي حاجه يعني ينفع تعمل ده بس هو ديفولت انك هتلاقيها تنفع في اي حاجه ماشي طيب طب انا عاوز اكاري تحت السايت ده سب سايت فاعمل ايه هاجي تحت هنا في اللينك ده اقول له ايه اد نيو سب سايت فبيقول لي اسمه ايه السايت ده فاقول له مثلا ماي بلوج سالني هنا عن ايه بقى يا جماعه ها عن يو ار ال ليه اصل ده سايت تحت الروت سايت يعني انت بعد السلاش تكتب حاجه واداني اوبشن ان انا اعمل ايه ادي التايتل حاجه وادي هنا حاجه تانية فانا هاجي هنا اقول له ماي بلوج اهو بس من غير سبيس تمام كده بعدين اختار التمبلت بتاع ايه بلوج قبل ما اختاره خدتوا بالكم ان الايتمز هنا عاده بقى متغير قلت ليه اصل كل انت ما دام قلت لي انت انا دلوقتي اول مره لما كنت بكاري تروت سايت هل كان في كونسترين عليا ان انا بقى البيرنت بتاعي تمبلت من نوع معين لا ده انا اول واحده اتكريت فكان قدامي كل الاحتمالات لما بقيت تيم سايت فما ينفعش السايت اللي تحتيه يتكريت غير لما يكون ينفع يبقى تحت تيم سايت فاما قلل لي الاختيارات طب يعني ايه ما ينفع وما ينفعش مثلا في حاجه ليها علاقه بالسيرش مثلا هو بيقول لك ان السيرش ده لازم يبقى لوحده ايه روت سايت فلازم تعمله ايه سايت كوليكشن وتحطه هو اول حاجه هو اللي يتكري تحت سايت لو انت عايز انما ما ينفعش يبقى تشايلد سايت فانا هنا بقيت مرتبط بانواع معينه فالتيم سايت ينفع يبقى تحتيه ايه تيم سايت ينفع تبقى تحتيه بلوج سايت فانا هقول له بلوج بيسالني سؤال هو انت عاوزه يوز السيم بيرميشنز از بيرنت سايت هو البيرنت سايت كان محطوط عليه بيرميشنز عاوزه ياخدها زي ما هي ولا عاوز تخترع له انت بيرميشنز احنا لسه ما خدناش البيرميشن فهيوز ايه بتاعه البيرنت بعدين بيقول لي ديسبلاي ذا سايت اون ذا كويك لانش اوف ذا بيرنت سايت بيقول لي لما كانت السايت احط لك في الكويك لانش بتاع البيرنت سايت لينك لي هو فين الكويك لانش ده او شايفينه وعامل لك ايه رسم لك صوره بيقول لك فيها عشان لو انت ما تعرفش هي دي كويك لانش عاوزني احط لك هنا لينك للتشايلد سايت لما كريته فين في البيرنت يعني ابقى فاتح الروت سايت فلاقي لينك في الشمال لمين ها للماي بلوج للماي بلوج فقلت له ماشي حط لي لينك جميل عشان لما ابقى فوق اعرف انزل ايه تحت بعد كده بيقول لي ديسبلاي ذا سايت اون ذا توب لينك بار اوف ذا بيرنت سايت واحطه لك كمان فوق خلاص ما دام هحطه فوق خلاص انا مش هحطه في الشمال يبقى خلينا ايه في اللي فوق بس وبعدين بقى بيقول لك ايه اجيب لك اللينكات اللي كانت موجوده في البيرنت سايت احطها لك في التشايلد لما كريت في اللينكات اللي كانت فوق عشان تبقى كلها مسمعه على بعضها فقلت له ماشي بعد كده ايه كريت عمل ايه يا جماعه كريت المره دي ايه سايت نوعه ايه بلوج هل الهوم بيج بتاعته شكل التانية مختلفه طب هنا اقدر اعمل ايه تقدر مثلا تيجي تقول له انا عاوز اكريت بوست فبقول لك انت عاوز تكتب ايه في البوست ده مثلا فانا اقول له ايه بوست 1 وهنا هكتب اي كلام شفتوا لما جيت اكتب اي حاجه فتح لي ايه فوق اصل ده بوستي اصل من حاجه بولد اصل من حاجه اندرلاين عاوز تلون فانا ممكن اسلكت الكلام ده واجي اقول له مثلا خليه ايه اللون الجميل ده في حلقي حلو ماشي
حلو جميل. بعد كده هو انت عاوز تحط البوست ده في كاتيجوري معينه، يعني هو بالنسبه لك ده ليه معنى معين؟ فقلت له اه مثلا ده ايه ايدياز بس. بيقول لي طب انت عاوز البوست ده ببلش امتى؟ اكيد عشان الناس تشوفه يعني. فقلت له ايه ببلش دلوقتي في المعده، ومديني هنا ايه بيقول لي الديت اهو وادي ايه التايم صح. ببلش قام عامل ايه يا جماعه؟ بوست صح. ينفع حد دلوقتي يقول لي انا عاوز اعمل كومنت، فقام فاتح له هنا ايه الكومنت، يكتب الكومنت اللي هو عاوزه ويبوست. وينفع يقول لي لايك، وينفع يعمل ايميل لينك. يعني ايه ايميل لينك؟ يعني يطلع لك الحته دي كده يديك لينك ليها تبعته في ميل، بحيث ايه لو حد عاوز يفتح الصفحه دي على طول يدوس على اللينك يفتح له الصفحه مثلا. اديت مش البوست بتاعك، ينفع تغير فيه لو انت عايز. لا مش متاكد يعني، عادي ممكن يكون الكنترول ده مش بيجيب الصوره، بيحط ديفولت ايمج يعني، مش متاكد. ماشي طيب تعالوا نكمل. مانج بوست، مانج بوست دي هتوديك على ايه؟ دي ايه دي كده؟ دي كده ليست. يبقى البوست بتتسجل فين يا جماعه؟ في ليست. كل رو هيبقى عباره عن ايه؟ عن بوست. يعني انا اول ما فتحت السايت كان هو كاتب لي ويلكم تو ماي بلوج صح؟ ده كان ايه؟ كان بوست. يعني لو رجعت تاني اهو لمانج بوست اهو بوست 1 ويلكم تو ماي بلوج صح؟ حاجه تانيه. هو انا ازاي اوصل لبوست دي من حته تانيه؟ عندك اوبشن من السايت كونتنت انك تقول له اكيد ايه؟ بوست اهي صح؟ او منين؟ من هنا تقول له سايت كونتنت. جاب لي السايت كونتنت المره دي بتاع مين؟ بتاع السايت ده صح؟ مع ان هتلاقي نفس اسم الصفحه بس انت بقيت في سايت تاني، انت جوه ماي بلوج. واضحه؟ طيب فبوست دي كده عباره عن ايه؟ عن ليست زي ما انا قلت. عاوز ايه؟ لو عاوز ارجع للسايت الاساسي عندك ليه لينك هنا اهو، او تشيل ماي بلوج من هنا. يعني لو دوست على هنا دلوقتي رجعت فين كده؟ السايت الاساسي. جيت قلت له ماي بلوج غلطت على سايت تاني. حد حس ان هو سايت؟ دي لينكات على صفحات. هو الاند يوزر ما بيحسش بالكلام ده، احنا بس عشان فاهمين هنفهم شير بوينت شويه، فبقينا عارفين ان ده سايت وان ده ان دي تبقى بيج ان ده يبقى مش عارف ايه، على حسب احنا عارفين لغايه دلوقتي ايه يعني. انما الاند يوزر ولا فرقه معايا ده سايت ولا ده لينك، بيروح في حته ثانيه. وده بالنسبه لي ايه؟ فولدر. يعني اخر معلوماتك عنه ان هو يبقى فولدر، فولدر جواه الصفحه اللي اسمها مثلا كذا صح؟ بس. طيب امال الكاتيجوري دي كانت ايه؟ يعني انا رحت دلوقتي السايت كونتنت تاني هتلاقي في هنا ايه؟ كاتيجوري. ايه الكاتيجوري دي؟ مش كان في فورين كي من هنا في هنا كان بيقول اختار انهي كاتيجوري صح؟ يبقى كاتيجوري كمان الداتا بتاعتها كانت موجوده فين؟ في ليست، وعامل بينهم زي ريليشن صح؟ طيب امال هنا لسته ثانيه اسمها ايه؟ كومنتس. دي لسته بتاعت كومنتس الناس الثانيه، الناس اللي عملت كومنت وعملتها على بوست اسمه ايه؟ وعامل لك البوست لينك، لو دوست عليه يفتح لك صفحه فيها الديتيلز بتاعت البوست، بيحاول ايه يظبطك يعني. حاجه ثانيه لو رجعنا ثاني البوست هتلاقي جنب كل ايتم بيبقى فيه منيو كده، المنيو دي بقى فيها شويه فيتشرز، واحده منهم اسمها فيو ايتم. لو فتحتها هيفتح لك صفحه يعرض لك فيها التفاصيل بتاعت الايتم ده، واحده اسمها اديت لو عاوز تاديت ماشي. وطبعا في لينك ايه انك تديليت اهو، ديليت ايتم يديليت البوستات بكومنتات وزن. ماشي حد عنده مشكله؟ طب تعالوا نعمل ايه بقى. انا بس حاولت افتح لكم شويه كام تمبلت كده من الاول من التمبلتس بتاع السايتس، وبعدين تعالوا بقى نتكلم النهارده شويه عن الليست. انا هبدا كاريت ليست ونشوف اصلا ازاي نكاريت ليست وايه الانواع بتاعتها اللي متاحه. رجع تاني روت سايت. طيب ازاي كاريت ليست؟ هتلاقي اول لينك في سايت كونتنت يا جماعه بيبقى اسمه ايه؟ اد ان اب. فانا اقول له ايه؟ ادينا اب يا عم. هما ليه سموها اب؟ اصل بقى في حاجه في شير بوينت اسمها شير بوينت ابس، دي بقت بيحطوها مع الليست واللايبرري فسموهم على بعض كده كلهم ابس. طيب ايه الاختيارات بقى اللي قدامي دي لما قلت له اد ان اب ومطلع لي سيرش وشويه ايتمز؟ تعالوا نسال نفسنا سؤال دلوقتي. لما انت تيجي تكاري التيبل في الداتا بيس عاده اول اثنين كولوم بتكاريتهم بيبقى اسمهم ايه؟ شفت اي دي وني. والاي دي دايما ايه؟ في الاغلب انتجر وايدنتيتي والنيم استما انفر كاركتر ماكس مثلا او وات ايفر الرقم اللي هتحطه. في الاغلب بنعمل ده صح؟
طيب اسال بقى نفسي انا سؤال، هو لو سيكوال سيرفر بيديني اوبشن ان انا اعمل ديفولت تيبل او ديفولت ايه يعني ديزاين للتيبل ابدا منه، مش ده يبقى احسن لي؟ فانا اقول له ايه والنبي عم انا عاوز اكريت ايه تيبل، يقوم هو منزل لي اي دي ونيم كمل، ويديني اوبشن ان انا اشيل الاي دي ونيم لو مش عاوزها مثلا، ويديني اوبشن ازود عليهم او اغير فيهم، مش ده كان يبقى احسن؟ فمايكروسوفت في الشير بوينت ادت شويه ايه تمبلتس لاشكال لست الناس عاده بتحتاجها، ومديك كل الاوبشنز فيها انك تشيل منها زي ما انت عايز، تحط فيها زي ما انت عايز، احط ايه واشيل ايه كولومز، هو نفس المعنى بتاع ما ليست تعتبر تيبل في الداتابيس، يبقى الكولوم بتاعها زي الكولوم بتاع الداتابيس صح. فهو بدل ما يخليك تبدا فروم سكراتش عمل ايه، اداك شويه تمبلتس اقلهم اللي فيه الاي دي والنيم، ده اصغر واحد فيهم. تعالوا بقى نمشي كده ايه، نعدي على الحاجات اللي نوعها ليست واحده واحده. الثلاثه اللي فوق دول هو حطهم لك هنا عشان دول الايه اللي اكتر ان حاجه الناس بتستخدمه، فهتلاقيهم متكررين تحت. فتعالوا نبدا من اللي تحت. الاربعه الاولين دول ايه، شايفين لايبرري 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 صح، فدي كلهم لايبرري، انا مش هتكلم على لايبرري النهارده. اول واحده دي اسمها ايه، لينكس. تعالوا نشوف لينكس دي لو انا كريت منها ايه ايضا ليست، فانا اقول له ايه، بيقول لي اديني اسمها ايه، فانا اقول له ماي لينكس كريت، عم كريتني هنا ايتم ايه اسمه ماي لينكس، فتحته اد نيو ايتم عشان تعرف شكله ايه، قول له اد نيو لينك. يعني بص اهو تاني عملت ايه هنا، دوست على اد نيو لينك دي او اد لينك نيو لينك قصدي، فبيقول لي اكتب لي هنا اليو ار ال، فانا مثلا هقول له ايه www.google.com. عاوز تكتب ديسكريبشن على اللينك ده؟ لا، نوت جوجل ويب سايت، تمام كده سيف، حطيت اللينك. اه يبقى الليسته دي وظيفتها انها تعمل ايه، لو عاوز تسيف مجموعه لينكس حطهم كلهم ايه في لسته من نوع لينكس. انا هديك اوبشن ان يبقى فيه كولوم يو ار ال، وان يبقى فيه كولوم اسمه نوت، وان اليو ار ال ينفع تحط عليه ايه ديسكريبشن. ماشي طيب، هل في شكل تاني للست؟ خلي بالكم الفرق بين كل لسته ولسته ايه يا جماعه، شويه الكولومز بس صح، الفرق بين تمبلت وتمبلت. فانا هقول له اد اب تاني، فبيقول لي في واحد اسمه ايه اناونسمنت، فانا هقول له مثلا ايه كنسل ايه يعمل كده الرقم اهو، ودي ايه اناونس بس، قلت له كريت. شكلها عامل ازاي الاناونسمنت دي؟ اكيد هيقول لي اديني اسم الاناونسمنت اللي انت عاوز تعمله، اديني ديتيلز عنه، وقول لي ده هيكسباير امتى. واضحه؟ انت لو انت محتاج ريكورد، لو انت محتاج ديفينيشن شكله يبقى كده، يبقى الليسته دي هتنفعك صح، بدل ما تقعد تعمل انت الكولومز دي بايديك او يعني تختارهم على الاقل. ده الاناونسمنت ماشي. طب وبعدين تعال نقول له اد اب تاني. من اكثر الانواع استخداما الكالندر دي، فانا هجي اقول له ايه كالندر كريت، ايه اللي حصل، عمل لي كالندر ماشي، ومديني هنا في الريبون بتاعها ايه شويه اوبشن. دايما هتلاقي في اي ليست بيبقى فيه في الريبون تابتين غير براوز، دي براوز دي يعني مفيش ريبون، واحده فيهم ايفنت او ايه ايفنتس او ايه او بتبقى تقريبا ليست ماشي، او لا خلينا ايفنت او ايتم. ايفنت دي يبقى ده معناه انك بتتكلم على ايفنت بعينه، يبقى لو انا عاوز حاجه ليها علاقه بايفنت معين يبقى التابه دي بتاعته. يعني لو انا عندي ايفنت هنا ودوست عليه الحاجه دي هتتاكتف. طب امال ايه الكالندر ده؟ دي سيتنج على مستوى الليست على بعضها. يبقى هو مديني دايما تابتين، تابه للايتمز وتابه للليست على بعضها. فمثلا من ضمن الحاجات اللي في الليست على بعضها اللي هي الكالندر دي، هتلاقي فيه مثلا ويك فيو او دي فيو او مانث فيو، وده كان الديفولت صح. طيب في ايه مثلا تاني؟ في حاجه اسمها كالندرز اوفرلاي، دي يعني ايه، انا عندي اتنين كالندر عاوز احط الكونتنت بتاعهم على بعض ويطلعوا في ايه في كالندر واحده، فاجي اقول له النبي انا عندي كالندر اسمها كذا وكالندر اسمها كذا، حطهم على بعض. طب عاوز اد ايتم في الكالندر، لو انت عملت هوفر كده او دوست على اي ايتم هتلاقي بدا يطلع لك ايه
لينك اسمه اد صح او دبل كليك مش شغال يبقى اد ماشي. اما ايه لي ايه قول لي بقى يا عم هو انت عاوز تعمل ايه الايتم اللي عاوز تضيفه في الكالندر. فانا قمت قايل له مثلا سيشن 1 فبعدين قال لي اللوكيشن بتاعها فين اديني عنوان يعني. فانا هقول له مثلا ايه اني لوكيشن بيقول لي دي هتبدا امتى وهتنتهي امتى واختار ايه كمان التايب. هو ديفولت انه بحط لك ايه النهارده هو ليه بختار 2 10 10 احنا مش 10 اصلا بس هو كان ديفولت يختار النهارده مش مشكله. فانت تقدر تختار ايه النهارده او اليوم اللي انت عاوزه مثلا 29 واجي هنا ايه اقول له مثلا الساعه 3 هو بيقول لي هتخلص 3 ماشي 3 خلاص. عاوز تكتب ديسكريبشن طيب بعد كده هتحط الكلام ده في كاتيجوري معينه يعني هل ده ميتنج هل ده مثلا بيزنس هل دي اجازه هل دي هديه هل ده عيد ميلاد اقدر ازود فيها واعمل اه طبعا تقدر تزود فيه. خلينا بس الاول نشوفهم على بعض كده وبعدين نبقى نزود. انا مش هزود اي حاجه خالص غير لما نبقى نعرفها ماشي. طيب الكتير دي بيجيب ناس ثانيه مش لازم انا هوريك دلوقتي في حل ايه. هل دي اول داي ايفنت يعني انسى التايم اللي انت حاططه فوق ده واعمله فول داي ايفنت ال 24 ساعه هو ده ما عندناش غيره ولا انت عاوز ده يحصل له ايه ريكيرجن يعني عاوزه يتعاد يبقى ريكيرسيف يعني ايه يتكرر. فلو قلت لي انت عاوزه يتكرر هسالك ايه شكل التكرار اللي انت عاوزه. انت عاوزه يتكرر كل يوم ولا كل شهر ولا كل سنه ولا كل ساعه ولا كل ايه بالظبط. فانا هسيب موضوع التكرار ده دلوقتي خلوه مؤقتا وهاجي اقول له سيف. كده انا عملت ايه يا جماعه ايفنت صح. طب عاوز اغير في التاريخ بتاع الايفنت ده ينفع تمسك كده وتعمله ايه دراج كده انت غيرت ايه مكان ماشي. طب عاوز افيو الايفنت دبل كليك عليه هيقوم فاتح لك ايه بابا بيقول لك دي التفاصيل بتاعه الايفنت اللي دخل. طب عاوز اعمل فيه ايديت ينفع ادوس ايديت من هنا صح. طب حاجه تانية ينفع اقف عليه كده واقف هنا في الايفنت شايفين بقت في حاجات ايه اشتغلت اللينكات اهي صح. بقى في هنا ايه يا جماعه ايفنت فيو ايفنت وطلع هنا ايه اقدر اقول له فيو ايفنت فيفتح لي البوب برده واقدر من الاول على طول اقول له اديت يعني مش لازم اروح افتح فيو بعدين اقول له اديت اهو اديت صح. خدوا بالكم من حاجه هو كاريته 10 ليه عشان انا كنت واقف هنا قلت له اد هو خد السل اللي انا واقف فيه ماشي. انما كنت اقدر اجي من هنا اقول له ايه اد نيو ايفنت يعني شايفين ده في سهم كده اقول له نيو ايفنت فاعمل لي ايه اختار برده اخر تاريخ 10 2 ماشي. ايه ممكن عشان واقفين عليه صح يعني ممكن اقف كده صح وتعال نقف كده 29 ماشي. واضحه يا جماعه حد عنده مشاكل في اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي. طيب هوريكم بقى موضوع بتاع ايه الريكيرسيف دي ان هو يكرر نفسه ماشي. الاول انا هل الداتا دي ينفع اشوفها بشكل مختلف غير الكالندر. اه الكالندر او اي ليست او اي لايبرري بيبقى فيه طريقه عرض ليها او شكل العرض ده بيبقى اسمه فيو زي الفيو بتاع مين الداتا بيس. بس الفيو هنا في الشيربوينت بيبقى كمان شكل مش بس ايه مش بس ايكويشن مختلفه او بارامترز مختلفه او كولومز مختلفه لا ده شكل كمان مختلف ينفع يبقى كده. فالشكل اللي هو كان مختاره كالندر هل هي ليها شكل تاني؟ اه ليها شكل تاني اسمه ايه يا جماعه اول ايفنت. لو فتحته هتلاقيه ديفولت اللي هو كان شكله ايه الجريد ده شكل الجريد ده انا مكريت فيه ايتم اما قال لي الايتم اهو صح. طب عاوز ارجعها تاني كالندر ينفع من هنا على طول اهو شايفين حطيت اللينكات فيها كل الايه الفيوز جيت قلت له كالندر قام رجعني ايه كالندر تاني. طب انا جيت هنا وقلت له اد ايه ايفنت اي حاجه حماده احلى حاجه لو كنت انا كتبت الايه كان حد ممكن يقول لي حماده مكتوب غلط على اساس انه كان هيعترض ماشي. فانا هاجي تحت ايه انزل وبعدين اقول له النبي ايه عيد يا عم الكلام ده. فبيقول لي اعيده كل قد ايه فقلت له كل يوم ماشي every one day من الساعه مش عارف ايه نو اند ديت ما توقفوش عند وقت معين بس كده خلاص. يبقى كده هيكرره كل يوم ومش هقف عند اي وقت سيف. لو انا عاوز اند باي طبعا ايه اقول له اند هنا واختار تاريخ. اما عامل ايه يا جماعه بدايه من هنا كرر. لو انا جيت عملت كده طب انا هتنيه ماشي لغايه امتى الاقي الداتا دي يعني زرار السيف ده المفروض يكريت له كام ريكورد بالصلاه على النبي. قول لي انت حد اخر واحد في الصفحه دي لا بس ازاي اخر واحد في الصفحه اخر واحد في الحياه
ده عمل كله. هل هو عمل ده كله؟ الشير بوينت دي ميزه فيه تانية برضو، انك ممكن تاخد من الطريقه اللي بيامبلمنتو بيها وتفكر تشتغل كده. تعال عشان اتاكد من معلومه هو ضاف قد ايه، انا اقدر ارجع للفيو التاني اللي بيعرض ايه الداتا، اشوف فيه كام ريكورد. تعالوا نرجع كده، ايفنت كالندر، وقمت قايل له قول ايفنت، لقيته كام ريكورد؟ واحد بس، حاطط جنبه تشيك بوكس بيقول انه ايه ريبيتد. فهو عامل حسابه بقى في اللوجيك ان لو لقى ايتم بيتريبيت كل يوم هيرند له قدامك ايه كل يوم، بس هو في الحقيقه في الداتابيز ايه ريكورد واحد. طب تعالوا نجرب نديليت. حلو كده، يعني انا هرجع تاني كالندر واقول له بص يا عم شايف حماده ده، اعمل له ايه ديليت، انا كده شلت ريكورد. هيعمل هو ايه يعني، هو اذا كان هو كان عامله واحد هيعرف منين الايتم اللي انا عملت له ديليت؟ وعلى اي يوم كمان، او على اي يوم. ارجع تاني اشوف ايه اول ايفنت، انا عملت ديليت، ام هو عامل ايه اد لي ريكورد، كتب جنبه انه ديليتد بتاريخ كذا. فهو عامل حسابه لما يجي سيلكت الداتا دي اديها لك ازاي، هيديها لك معاده ده. واضحه؟ طب لو عملت اديت هيزود ريكورد ويقول ايه انه اديتد وانه بقى اسمه كذا. طب لو اديت وقت معين يعني لحد يوم، انت ما دام بتغير فيه يبقى ده ايفنت جديد. بس هو في اصلا انها لايف فين؟ فين؟ لحد تعال نشوف بعد 2018 هيعمل ايه، ما جايز احنا ما شفتش ليميت يعني. تعال نشوف، لا بس يعني همشي كتير بصراحه. تعال طب هو قرره لغايه 2018 بس، بس يعني ممكن يكون ساعتها احنا يعني انا ما شفتش السيتنج، يعني ممكن نرجع تاني كده او عادي ممكن نعمل حاجه تانية. ممكن نعمل ايه؟ لا اعيد التاني واقول له طب خليه يكرر لغايه مثلا 2050. ايوه في هو اصلا كده كده ايتم يعني. انت رجعنا تاني التاريخ بتاعنا ماشي، انت تدوس هنا يرجع لك اليوم على طول عشان احنا طلعنا قدام كتير. فانت تيجي تعمل ايه؟ انت ممكن تيجي مثلا على ده وتقول له ايديت ايفنت ماشي، ده اللي ده اصلا اللي متكرر، يبقى هو ده اللي احنا عايزينه ايديت ايفنت. ما ينفعش ايديت فيه اصلا بقى، يعني بعد ما تقول له انه بيكرر كل قد ايه قفل لك التشينج ماشي. وده منطقي برده شويه، ليه؟ كان هيبقى صعب برده حته انه يرجع يديت فيهم ولا يعمل كده. فانت من الاول كنت تعمل حسابك بقى وتدي له الايه التاريخ اللي انت عاوزه ماشي. طيب فانا قصدي ان اللوجيك مختلف، شايفين الاد والانسرت والابديت والديليت الثلاثه غراب. يعني انا اقول له اديت ولا ديليت انسرت ريكورد صح، اقول له اد مليون ريكورد انسرت واحد. فانا ممكن اخد من ده، هو بيحاول يعمل ايه؟ يوفر في الداتا، في حجم الداتا على قد ما يقدر، خصوصا ان زي ما انت قلت مثلا دلوقتي مثلا لو انا عاوز اكريت الى ما لا نهايه مثلا، انا فين النهايه نعرف. فانا هوريهم لك في الفيو وكل ما تطلبهم اديهم لك، بس ما فيش حاجه. حته الديليت ما عملهاش عشان انا عملت ديليت. يعني عملت مثلا في يوم 8 اد ريكورد ومسحته، اعمل كده في التيبل 2 ريكورد، واحد اد ديليت. لو انت عملت ايه؟ لو عملت اد ريكورد وقلت له ريبيت هيعمله مره واحده. تمام. جيت عملت ديليت يقوم مزود ريكورد يقول لي ان الريكورد اللي كان اسمه حماده في اليوم ده بقى ديليت. لا عملت ايفنت مثلا في يوم واحد ومسحته. بس خلاص هو ايفنت في يوم واتشال. ده العادي. يعني هو حته ان هو يضيف السبيشال تايب ده ان في تشيك، لان انت قلت قول ان هو قصدي يحصل له ريكيرجن. فيقوم عامل ايه؟ يكرره واحد ويحط جنبه التشيك بوكس ده. فمنه يفهم انه ايه؟ ان ده مش واحد، دول كتير. ماشي؟ فانا قصدي ان حتى الاد والاديت بقوا لوجيكال صح؟ يعني الاد والاديت تحسهم بقوا لوجيكال كده، ما بقاش ايه؟ ما بقاش فيزيكال. ماشي. انت ينفع كمان في الكالندر دي، تعالوا نشوف شويه حاجات اوبشنز موجوده في الكالندر هنا مثلا، انك تيجي تقول له ايه؟ تقول له هنا ايه يا جماعه؟ كونكت تو اوتلوك. فانا اقول له ايه؟ لونش ابلكيشن، افتح لي الاوتلوك يا عم. هو مش متاكد في الكالندر بيعمل نوتيفيكيشن ولا لا، بس في التاسك بيعمل ايه؟ تلاقي كل شويه طلع لك اليرت كده. فهو بيقول لك ايه؟ انت عاوز تكونكت على الكالندر اللي اسمها كذا اللي موجوده في الشير بوينت سايت ده؟ فقلت له يس.
فقال لي ايه يا جماعه؟ قال لي دي الكالندر بتاعتك على اوتلوك ودي الكالندر بتاعتي، ينفع انا بقى ازود حاجتين على اوتلوك وبعدين اقول له ايه؟ في اوفرلاي هنا. تاني جبت ده منين؟ جيت وقفت هنا وقلت له كونكت تو اوتلوك من السيتنج اللي على مستوى ايه؟ الليست. قام فاتح لي الكالندر دي في الاوتلوك ماشي، بس فتح لي بتاعت الايه؟ الاوتلوك هنا ودي هنا صح؟ انا ينفع احط الاثنين على بعض، مش فاكر بصراحه منين، بس ايه ممكن ندور. لا هو المفروض تبقى اسمها اوفرلاي يعني، بس ممكن انا مش فاكر مكانها. اوفرلاي انا عامل ايه بس؟ هي في فيو. عمل ايه يا جماعه؟ عمل اتميرج بتاع الكالندر بتاعت الاوتلوك على الكالندر بتاعت شيربوي. فلو انت كان عندك بقى جدول مليون جدول بقى، انت عمال فاتح الكالندر دي اوفرلاي بقى الخمسه دول على بعض مثلا، يوم قايل لك ايه دي الكالندر بتاعتك. فانت تقدر من الكالندر واحده تقدر تتابع بقى الايه الحاجه بتاعتك. لو انت عندك جدول في تراك وجدول في تراك وجدول في تراك بلس مثلا جدولك الشخصي واجازاتك ومش عارف ايه ومواعيدك، تقدر تحطهم في ايه؟ في كالندر واحده على الاوتلوك صح. طيب في اوبشن تاني برضو بس احنا مش هنستخدمه النهارده، موضوع الايه؟ الايديت ليست ده. لو انت عاوز تكستمايز في شكلها فعندك تو اوبشن، انك تاديت ايه؟ ليست. هتلاقيه بيقول لك اديت ليست ان شير بوينت ديزاينر. شير بوينت ديزاينر ده ابلكيشن معمول عشان تكستمايز في شويه حاجات من الايه؟ من اللي موجودين في الشير بوينت. بعد كده في حاجه اسمها فور مو بارتس مش هتكلم برضو عنها دلوقتي. اخر حاجه في ايه؟ ليست سيتنج. ليست سيتنج دي يعني بعد ما افرجكم على كام تايب اوف ليست كمان هبدا افتحها واوريكم ايه السيتنج اللي موجوده جوه الايه؟ جوه ليست سيتنج. تعالوا نجرب نعمل ايه؟ ليست جديده. فانا هقول له اد نيو تايب. المره دي مثلا من ايه؟ كونتاكت. كونتاكت دي يا جماعه شكلها هيبقى عامل ازاي؟ توقعنا كده ولا اي حاجه، اسم اليوزر، هي لسته بتديك اوبشن انك تسيف الكونتاكتس بتاعت ناس بتاع الناس مثلا. بس كونتاكتس هنا مقصود بيها ايه بقى؟ اي كونتاكت. فتلاقيه بيقول لك ايميل ومش عارف فون ولوكال فون وموبايل والادرس والمش عارف اي حاجه بقى انت عاوزها يعني. ماشي دي كونتاكت. في واحده ثانيه اسمها ايه؟ تاسكس. طيب تاسكس دي عامله زي ايه؟ ايه تو دو ليست اه مثلا، بس مين اللي ممكن يكون بيعملها؟ مانجر مثلا. فيجي يقول اد تاسك، فيقوم قايل مثلا ايه؟ ان انا عندي، هو لقى الفورمه دي كبيره فقام هعمل لك جزء مهم منها اللي انت محتاجه، وبعدين في شو امور لو انت عاوز ايه تكمل يعني. يقول لك اسم التاسك دي ايه مثلا، فانت ممكن تقول له اي اس بي لاب 1 مثلا. خلي بالك من حاجه، انا كاتب كلام انجليزي هو صح؟ ينفع اقف هنا كده واقول له ايه؟ والنبي عمل تشيك السبيلنج ده شوفوا لنا صح ولا غلط. فقال لي زي الفل، مش عارف ازاي صح؟ زي الفل. تاني كده يعني مثلا نكتب اي حاجه اهو. واقف كده مثلا بعدين اقول له تشيك سبيلنج، مش عارف هي ليه مش شغال؟ شغال اهو. قال لي ايه؟ لا ايرور ماشي؟ اوكي. فانا قلت له فين الايرور يا عم؟ هيقوم مطلع لك الكلمه اللي فيها الايرور ويقول لك خلي بالك انا يعني ممكن تبقى كذا او كذا او كذا، بس طبعا احنا كاتبين الهيروغليف فايه؟ مالهاش معنى دي. يعني مثلا لو جينا كتبنا له مثلا كات، جيت قلت له ايه؟ تشيك سبيلنج على الانجلش. فقام لي في ايرور، فقلت له ايه الايرور؟ فقال لي بص الكلمه دي غلط، وقال لي بص تصحيحها غالبا هيبقى واحده من دول، انت عاوز ايه؟ فانا قلت له كات تشينج اول. اوكي. اما غير ماشي. بعد كده الستارت ديت، فانت تيجي تقول مثلا ايه 29، والاند ديت يوم 2 مثلا. بعدين تيجي تقول له عاوز التاسك دي اسايند لمين؟ مين اللي المفروض يعملها؟ انا ما عنديش غير يوزر واحد، فاقول له ادمنستريتور. لو جبت اسمه غلط هو اصلا هيجو تو كومبليت واختار منه يعني اهو. هو باع فيه بس شويه. ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب قول لي انت، اقترح عليا ان انا اقفل الفيديو اهو. فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ ادمنستريتور. هتلاقيه مهيج بس راجع باك.
بس انا راجع بيك اصلا. ودوس سيف مش هحط اي حاجه ثانيه. ايه اللي حصل دلوقتي؟ كاري التاسك ماشي. عشان دي تاسك ليست هو عامل لك حاجه اسمها هنا ايه تايم لاين. يعني يعني ممكن التايم لاين ده تعرض عليه التاسكس بتواريخها وهتخلص امتى ومين التاسك اللي عليها دور. طب ولو عملت سينك مع الاوتلوك هتلاقي الاوتلوك كل شويه طالع لك اليرت خلي بالك التاسك دي قربت تخلص، خلي بالك التاسك دي قربت تخلص كل شويه. ايه ايوه هيحصل ايه؟ ما انا بقول لك هيطلع لك اليرت يقول لك خلي بالك في تاسك عندك التاسك دي المفروض معادها في الوقت الفلاني. بس بس لما وقتها بيقرب يعني لما وقتها بيقرب هو اكيد ده كونفيجريشن في الاوتلوك على على فرق الوقت قد ايه قبل ما التاسك تخلص تقول لي. ايوه زي بالظبط المنبه كانك عامل منبه ايه. وكمان ينفع تعمل ايه؟ تيجي هنا تقف مثلا على التاسك دي وتقوم قايل له ايه يا جماعه اد تو تايم لاين يقوم عامل لك ايه حاططها لك هنا. بس انا ما عنديش غير تاسك واحده في الوقت ده قام حاططها وخلاص وقال لك اسم التاسك كذا. لو بقى عندي اكتر من تاسك يعني تعالوا نكرر التاسك تاني تعالوا نحطها في ايام بقى بعيده خالص. ويت قلت له ايه ادي كمان للتايم لاين اقف هنا واقول له ايه اد تو ايه وتايم لاين. فبقى شكل التايم لاين عامل ازاي يا جماعه؟ بيقول لي في تاسك عندك من الفتره دي للفتره دي هنا مفيش هنا في تاسك صح. ولو دوست على دي هتلاقيه بيطلع لك ايه ديتيلز عن التاسك ولو كان فيها ديسكريبشن ولو عاوز تاديت في الديت بتاعها ولو عاوز مش عارف ايه تريموفها من التايم لاين ولو عاوز تفتحها ماشي. ده كله اوت اوف ذا بوكس ما تعملش فيه حاجه. حاجه ثانيه افرض انا عاوز انقل الاثنين دول احركهم تحت بعض يعني مش ممكن تبقى في تاسك معتمد على تاسك؟ ممكن. وممكن عاوز اغير في ترتيبهم اعمل ده ازاي؟ لو فتحت التاسك دي شايفين الاسهم دي اكتيفيتي ده في سهمين فوق وتحت وسهمين يمين وشمال. طب المشكله ايه؟ لا مش بالتاريخ اصلا ممكن يبقى في تاسك ما هي معتمده على تاسك ان في تاسك تخلص ففي تاسك تيجي مثلا يعني. فانا ممكن اقول له كده مثلا حولهم ايه في شكل غريب كده. ايه الشكل ده؟ ده ايديت مود. يعني لو انا جيت وقفت عملت ستوب في نظريه اسمه ايديت. لو عملت كده ساعتها كنت ينفع تكاري التاسك كده اصلا على طول كانه اكسل بس مش هستخدمها دلوقتي يعني خليها مؤقتا. عامل لك هنا ايه بقى؟ بيقول لك دي شورت كات. لو انت عاوز تنسرت بقى انسرت عادي. لو انت عاوز تغير في تقريبا في عاوز تدخلها تحت حاجه ماشي هتتك الت شيفت رايت. عاوز تخرجها بره حاجه تبقى الت شيفت ايه ليفت وهكذا. الرايت ليفت ده ار ولا ار؟ فانا ممكن اعملها حتى من غير اختصارات يعني ممكن اقف كده مثلا واقوم قايل له ايه ايه اصلا دي دخلت يمين خلاص. طب عاوز ارجعها تاني اهي شايفين يعني بصوا يا جماعه ركزوا شايفين دي عملها لك ايه صح اهي سلكت دي وارجع كده رجعه. عاوز اخليهم ترتيبهم مختلف اهم ماشي ستوب اديتنج اهو حط التاسك تحت التاسك تحت التاسك يعني استنى ما دي تخلص هديك دي ما دي تخلص هديك دي. انا حطيت فتريك قبل فوقيه ما جربتش بقى بيفاليديت عليها ولا لا محتاج تجربها انت ما جربتهاش ماشي. طيب تعالوا نشوف نوع تاني. فانا هقول له اد ان اب الابلكيشن دي اللي كانت انهي حاجه الابلكيشن دي اللي كانت انهي تحت انهي حاجه كان ليست. طيب تعالوا نجرب سيرفي وبعدين كاستم ليست وخلاص ماشي. فانا في سيرفي دي في كان في لينك دايما اسمه ادفانسد اوبشن. لو فتحته في سيرفي في سيرفي بالذات هتحتاجه عشان بيديك شويه ديتيلز. في الباقيين لو كنت فتحتهم كان هيطلع لك ديسكريبشن بس. فانا هاجي هنا مثلا اقول له ايه انا عاوز اعمل سيرفي فممكن نقول مثلا ايه ليكتشر سيرفي شو يوزر نيمز ان سيرفي ريزلت. لا يا عم عشان ايه ما حدش يزعل يعني. هو السيرفي عاده اللي بيحصل انت بيطلع لك سؤال وانت محتاج اجابه فبقول لك اعرض لك اسماء الناس اللي جاوبت على الاسئله. فطبعا ده يعني مش حاجه ايه ما بتبقاش كويسه يعني عشان بتخوف الناس طبعا ان هم يعملوا ايه ايفالويشن. طيب بعد كده الاو مالتيبل ايه ريسبونس يعني ينفع حد يجاوب اكتر من مره. فانا عشان ما عنديش بس غير يوزر واحد وعاوز افركه فاقول له اه ينفع ماشي نكست.
جيت قلت له نكست، قام قال لي ايه؟ قول لي يا عم بقى الاسئله. السؤال الاول اي حاجه كيو 1. فبقول لي ايه بقى الانسر بتاع السؤال؟ عاوز نوعها ايه؟ سنجل لاين اوف تكست، يعني ينفع حد يكتب اللي هو عاوزه بس في سنجل لاين صغير كده، ولا مالتي لاين اوف تكست، تكست اريا جميل كده، ولا تشويز اللي هو ايه دروب داون منيو او اي حاجه تانية، ولا ريتنج يعني يطلع له ستار ويختار منها، ولا نمبر يكتب رقم، ولا كرنسي، ولا ديت تايم، ولا وات ايفر بقى الباقيين دول هنشوفهم كلهم تاني بس ايه قدام شويه ماشي. فانا هقوم قايل له ايه خليه تشويز زي ما انت. فبقول لي اديني الاختيارات بس ادهم لي ايه كل اختيار في سطر. كتبت له ايه الاختيارات، بعدها بيقول لي عاوزهم دروب داون ليست ولا راديو باتون ولا تشيك بوكس. فانا قمت قايل له ايه خليهم دروب داون مين. طب اقلاول فيل ان تشويز يعني ايه؟ اطلعه لك دروب داون ليست وتحتيه تكست بوكس عشان لو ما لقاش الاختيار بتاعه يضيفه، يعني افرض هو عاوز يضيف اختيار مش موجود فانت ده اوبشن ماشي. عاوز تحط ديفولت تشويز فلا مش هحط انا خلاص خلصت كده. بيقول لك عندك نيكست كويشن ولا كده انت خلصت؟ انا السيرفي بتاعي ما فيهوش غير سؤال واحد فايه فينش. ورجعت للسيرفي، انا واقف دلوقتي ايه في السيرفي عاوز اد ايه؟ عاوز اد ريسبوند. فاقول له ريسبوند يا عم. فبيقول لي اجابتك على السؤال ده ايه؟ فقلت له رقم 2 فينش. بعد ما قلت له انا عاوز اضيف ريسبوند تاني فينش. واحد تالت اتنين برضو فينش ماشي. انا كده جاوبت ايه ثلاث مرات ماشي. بعد ما جاوبت عاوز اتفرج على الريبورتس بقى اللي هتطلع من ايه من الاجابات اللي الناس جاوبتها. فانت هتلاقيه بيقول لك ايه شو جرافيكال ايه ريبورت، فبيقول لك دي الاجابات وده توزيع الناس اللي اختارت ماشي. هو تقريبا احنا في واحد فيهم ما اختارش حاجه اصلا عشان كده ايه. طب تعالوا نضيف واحد مثلا اختار ايه واحده رقم واحد. هو زي ما عملش فاليديشن هو انت ما قلتلوش، انا في السؤال ما قلتلوش انه لازم يختار، وكان في اوبشن ان انا اقول له ريكوير خلاص. وتعالى هنا اقول له ايه جرافيكال ريبريزنتيف. فقال لك ايه والله الاجابه الاولانيه دي واخده 33% والاجابه الثانيه واخده ايه 67%. في اوبشن ثاني اعتقد اور ريسبونس، فيطلعهم لك كلهم ايه تيبل بس مش محتاج حاجه ثانيه ماشي يا جماعه. مش على الاقل مش لمده 3 ايام. ما انت بتفكر، انت بتفكر قدام قوي. انا بقول لك خليك في اللي احنا فيه، افهم اللي احنا فيه كويس واللي انت عاوزه هنعمله ما تقلقش يعني ماشي. هو انا ممكن اتفرج على السورس بتاع الكلام ده مكتوب ازاي ينفع؟ انت معاك اصلا كده كده الحاجات دي بس مش يعني بدل ما نفتح الفولدر هتلاقي بقى ايه يعني اصلا احنا لو لما نيجي نفتح الفولدر بتاع الاس بصوا هل احنا كنا كريتنا اي فولدر من دول؟ بس الشير بوينت عنده تمبلت بيجنريت بيه فقام هوبا مديك شورت كات على شويه فولدرز كده شويه دول احنا نفتحهم بقى بعد كده نبقى ندور فيهم ايه يعني بس مش النهارده اكيد. طب كده يعتبر الشير بوينت كله عباره عن سي ام اس؟ لا خالص، هو الشير بوينت از سي ام اس بس هي دي الفيتشر الوحيده اللي فيه. انا بقول لك معاك سيرش انجن بتاع بينج تقول لي سي ام اس بس انا يعني ليه هو في كل حاجه كده ايه؟ لانه هو في كل حاجه سهله كده وتبقى بيدفع مش ناس كتير. فلوس؟ اه غالي جدا، هو غالي جدا. اه انا بقول على بي اسمه اني فيها بتاخد كامل شير بوينت. ايوه ما في شركات كبيره طبعا شغاله في يعني الشركات تقريبا الكبيره بس اللي بتشتغل شير بوينت يعني. انت هتلاقي تونس بتشتغل شير بوينت طبعا كتير مش عارف فودافون بتشتغل شير بوينت. هو غالي كده كلايسنس في الاخر خالص في الاخر خالص فكروني بس اكلمكم في المحاضره عن اللايسنس بعد ما اخلص الجزء اللي جاي ده. انت لسه ما نزلتيش البول. طيب اد ان اب. فهنا في اوبشن يا جماعه ايه اسمه كاستم ليست. كاستم ليست دي من اهم بقى الانواع على الاطلاق ودي غالبا اللي انت هتستخدمها حتى في الديفلوبمنت. كاستم ليست دي ميزتها ايه؟ فانا هاجي اقول له مثلا ايه ستودنت انا كريت لسه اسمها ايه ستودنت. هل يا جماعه هنا في اي ستودنت؟ مفيش اي تفاصيل. طب ايه الكولومز اللي موجوده؟ تايتل بس. قلت له اد نيو ايتم هلاقيه بيقول لي تايتل بس. يبقى الكاستم ليست فيها تايتل، هي فيها اي دي بس مش ظاهر
يبقى في اي دي ايدنتيتي وتايتل. ده دي اقل واحده زي ما قلت لكم في الايه في اعداد الكولومز. بنستخدمها امتى؟ لو ولا واحده من اللي فاتوا عجباني وعاوز اعمل كاستم ايه ليست شكلها مختلف، فانا عاوز ديفاين ستودنت، يبقى انا محتاجه كاريت ايه كولومز. ازاي ازود كولوم في ليست بقى؟ وده ينطبق على ده وعلى اللي فاتوا كلهم. عندي كذا مكان اقدر ازود منه. اول واحد فيهم ان انا اجي في الليست كده هلاقي في زرار هنا اسمه كريت ايه كولوم، فهو ماله كريت كولوم. فتعالوا مثلا نعمل كولوم ونسميه ايه مثلا ادرس. الادرس ده نوعه هيبقى سنجل لاين اوف تكست اند تكست بوكس، غالبا بتالي الماكسيمم نمبر اوف كاركتر اللي بياخده 255 اللي هو ايه سنجل لاين. طب المالتي لاين بقى ده انليميتد، فانا اقول له ايه مالتي لاين اوف تكست. ده داتا تايب. ده داتا تايب هنعدي عليهم واحد واحد، بس انا يعني اللي ينفعنا نختاره ساعتها. طيب فانا هاجي بعدها اقول له ايه، بيقول لي ريكواير ذات ذس كولوم كونتين انفورميشن، لازم يبقى فيه انفورميشن انت عاوزه ريكوايرد. فانا اقول له ايه، هقول لا بلاش ده ريكوايرد ونشوف حاجه ثانيه بدل ايه يعني ننوع. يعني انا بقول لك ان الاوبشن موجود، يعني النمبر اوف لاينز فور اديتنج، يعني اعرض لك قد ايه يبقوا ظاهرين قدامك. فانا قلت له ست سطور. شو انت شايف اهتمامه بالتفاصيل عامل ازاي؟ بقى يقول لك ايه، انت عاوز يكتب جوه بلين تكست ولا ينفع يكتب اتش تي ام ال؟ محتاج ديزاين ويحط بولد ولا مش عارف ايه، اطلع لك الريبون بتاع الكلام ده ولا مش محتاج؟ ماشي ها اديتور بورد ساعتها هيطلع لي اديتور بقى بتاع البولد ولا ما انا بقول لك هيطلع لك الريبون بتاع الوورد ده ولا انت مش محتاج، انت عاوزه بلين تكست هخليه اتش تي ام ال. بقول لك لو كان في تكست بس هو ما فيش حاجه يعني خلاص مش مشكله ده اوكي. بقى عندي ايه قادر، لو جيت قلت نيو ايتم دلوقتي جيت وقفت هنا يا جماعه بقى اتش تي ام ال فوق صح؟ لو جيت قلت له سيف اعترض قال لي ليه؟ اصل التايتل ريكوايرد. يعني لو جيت دخلت تايتل دلوقتي وقلت له سيف سيف عادي خالص. طب عايز اغير مثلا في يا عم والله كل حاجه تنفع اقسم بالله يا ابني واحده. طب تعالوا نكريت كولوم تاني. فانا عاوز اعمل كولوم مثلا اسمه ايه جندر، فانا هجي اعمل له ايه جندر. طيب جندر ده يبقى نوع ايه تشويس صح؟ بعدين بيقول لي ايه الانواع اللي انت عاوز تختارها، فانا اقول له ميل في ميل. وبيقول لك عاوز ريكوايرد يس خليه ريكوايرد، عاوز تفورس يونيك فاليو يعني ما ينفعش اتنين يختاروا نفس الفاليو في التيبل مستحيل طبعا مش هقدر يعني ماشي. عاوز شكله يبقى دروب داون ليست ولا راديو بوتون ولا تشيك بوكسز، خليه راديو بوتون. نتيجه لان احنا قلنا راديو بقى بوتون وريكوايرد هيشيل لنا ايه التكست اللي كان فاضي ده، هتختار الديفولت هيبقى ميل على طول. هو طبعا بيقول لك عاوز تقلوا فيل ان تشويس، تعالوا نقلوا بس ايه مش هنستخدمه يعني. تعالوا نكمل. انا اخترت دروب داون. هو قال لك عشان احنا قلنا الريكوايرد انا حاطط لك الديفولت ميل على طول. اوكي لو جيت قلت نيو دلوقتي قال لي ايه ميل وفي ميل صح، واداني اوبشن ان انا ايه ما اختارش واحد منهم واكتب هنا اللي انا عاوزه، هياخد التكست ده يعمل له سيف. ماشي تعالوا ايه نجرب نكريت كولوم تاني. ينفع منين تاني كريت كولوم؟ ينفع من الليست سيتنج يا جماعه اهو نفس الكلام برضه. اجي تحت هنا شويه هلاقي في جزء سيكشن اسمه ايه اهو كولومز، فاجي اقول له ايه كريت كولوم. دي بالظبط زي اللي فاتت، انا بوريكم مكان تاني. طيب المره دي عاوز اعمل مكان تاني اكتب فيه ايه مثلا ايج مثلا، والله الايج ده هيبقى نمبر بس احنا ما بنسمحش ان الايج ده يبقى عندنا، طبعا عاوزينه ريكوايرد اكيد عاوزينه مينيمم وماكسيمم فاحنا المينيمم عندنا 20 والماكسيمم مثلا 25. طب انت عاوز يحط كام ديجيت اوتوماتيك اسيبه يعيش ولا علامه؟ ده عمر انا مش عاوز فيه ولا علامه عشريه، مش عاوز اصفار بعد العلامه صح؟ وبقول لك احط لك كام ديجيت بعد العلامه؟ فقلت له صفر. بعد كده عاوز تحط ديفولت فاليو؟ لا عاوز تعرضه كبرسنتج، يعني مثلا 5 دي مش رقم ده انت عاوزه برسنتج؟ لا مش عايز. ات ديفولت فيو يعني طلعه لي ايه على طول قدامي في الجريد اللي بيطلع ده، فانا عملت كده هو طلع ايج اهو صح، زاد على ايه على الفيو اللي احنا شايفينه. جيت قلت اد نيو ايتم سيف قام قال لي ايه لا ما ينفعش. جيت هنا قلت له كده قام قال لي ايه ده ما ينفعش غريب ارقام. جيت قلت له كده قال لي دول ما ينفعش يبقوا غير من 20 ل 25. كل حاجه خلصت ماشي. طيب تعال نقول له كريت كولوم تاني. منين اقدر اعمل كده تاني؟ تنفع تقول له اديت وبعدين بلس
بس ده انا مش بريكومند ان احنا نستخدمه. ليه؟ بيجنريت كولوم باسماء غريبه يعني، دي ايشو مش هتبان غير قدام شويه، فانا يعني بقول بلاش تستخدم ده يعني. خليكم في الطريقه دي او الطريقه الثانيه. طيب فانا ممكن اقول له مثلا ديت تايم بقى خلاص ماشي، بس ديت تايم هنا في ميزه انك ينفع تقول له ايه تحت، تقول له ده ديت اونلي ولا ديت تايم، عشان لو عاوز ادخل ديت بس ولا ديت وتايم. بعد كده في اسمه بيحط لك التشيك اللي هو بوليان يعني ترو ولا فولس ماشي. في بيرسون اور جروب، ده بيعمل ايه؟ سيرش عن ايه؟ يطلع لك تكست بوكس بيرسون، سيرش عن اسم يوزر ويقوله كومبليت ويدور لك هو في المكان اه من نفسه. ها بيسيرش في اليوزرز اللي اليوزر اللي ليهم بريفليج على السايت. ولو قلت له جروب ده مع جروب دي في الشير بوينت يعني رول، افرض انا عامل شويه يوزر على رول معين، فانا ينفع اسيرش في رول معين. اظن ده يعني قمه الاعجاز العلمي يعني. مثلا اقول له ايه؟ ما تجيبليش حد غير اللي في رول ستودنت، فالتكست بوكس مش هيكمل غير ستودنت ويفاليديت انه ستودنت ماشي. طيب هايبر لينك او بيكتشر بقى، لو انت عاوز تعمل ايه لينك كالكوليتد زي الكمبيوتد ايه فاليو في السيكوال فاكرينه اللي هو بيحسبه من حاجه يعني ماشي. تاسك اوت كوم ما استخدمتوش قبل كده. اكسترنال داتا ده لو عاوز تجيب من 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 زي ما قلنا اكسترنال داتا سورس. مانج ميتا داتا دي قصه برضه هنتكلم عنها ان شاء الله في ايه في البراندنج يعني. ماشي يا جماعه دي انواع الكولومز. اخر واحد فيهم بقى واهمهم على الاطلاق موضوع الايه اللوك اب. نفرض انا عندي دلوقتي لسته ثانيه هنا كاستم لسته برضه، بس الكاستم لسته دي اسمها ايه سيتي مثلا، وسيتي دي ما فيهاش حاجه غير التايتل بس فيها ايه يعني. ممكن بقى نعمل اديت من هنا على طول يعني. بص ممكن اعمل اديت كده واقول له هنا ايه كايرو اليكس الخضره دي معناها ايه؟ دي جديد ماشي. طيب بينزل ليك لحد اكيد لوقت معين فيها اكيد ديفولت يعني ستودنت. عاوز اربط ستودنت ده انه يبقى ليه سيتي. هل ينفع اعمل انا ممكن اجي اقول له مثلا ليست وكرييت كولوم واعمل له ايه تشويز وادي له سيتيزن، ده عملناه من شويه. بس لو قلت كده الداتا هتبقى ستاتيك. انا افرض انا عاوز ازود حاجه في الحاجه دي في الران تايم، هقعد افتح الكولوم وازود جوه الداتا؟ ما ينفعش، فلازم اعمل ريليشن. اعملها ازاي؟ ده ريليشن بتوين ليست وليست. اعملها ازاي؟ فانا هاجي اقول له ان الكولوم ده مثلا اسمه سيتي واقول له ان ده نوعه ايه لوك اب. لوك اب ده لو حد اشتغل اكسل قبل كده هتلاقوا برضه في حاجه فيها اسمها لوك اب ماشي، اللي هو ريليشن بين تو شيت يعني. طيب انا هاجي هنا في بيقول لي اجيب الداتا من انهي ليست، فقلت له من سيتي ماشي. بيقول لي بعدها ايه؟ طب انت عاوز انهي كولوم اللي انت تستخدمه من السيتي اللي يتعرض لك؟ فانا قلت له ايه التايتل. قال لي عاوز تقلله مالتيبل فاليوز يعني عاوز ينفع اختار اكتر من سيتي، ينفع تشيك هنا اقول له ايه اختار اكتر من سيتي او لا. طب انت عاوز لما يجي ياخد التايتل ما ياخدش التايتل بس، تاخد معاه كولوم تاني؟ دي فيتشر مش هتبان اهميتها دلوقتي، هسيبها برده قدام شويه. بس ايه خلينا نتفق، انت عاوز يتعرض كولوم تاني مع التايتل ولا لا لما الراجل يختار السيتي؟ يعني هو اختار كايرو عاوز احط لك معاه الاي دي؟ فانا قلت له لا مش هحطش، ما تحطش حاجه معاه دلوقتي. جيت قلت له اوكي. العرض ولا في كداتا؟ كداتا. اصل دلوقتي تعالى نشوف اللي هيحصل. فانا هاجي اقول له نيو ايتم. فانا دلوقتي مثلا اقول له ايه ستودنت واحد، واجي هنا اقول له ايه اليكس. دخل هنا ايه رقم ماشي سيف. لا هو لونه اسود، ده الديفولت بتاع كروم بس هتلاقيه هو بيلونه اسود. قال لك هنا انت ايه السيتي بتاعتك ايه اليكس صح؟ لو دوست عامل لك اليكس لينك، لو دوست عليه يفتح لك ايه الديسبلاي فورم بتاعت اليكس صح؟ لو دوست اديت ينفع تاديت في اليكس لو انت عايز. لا طبعا ده عشان انا ليه برمش، لو ماليش كان هيشيل زرار الاديت ده خالص ماشي يا جماعه. انا اللي كان قصدي عليه هنا بتاع هات الكولوم معاك ده ايه دلوقتي، انا الريليشن بين الستودنت والسيتي هي في الحته دي. طب لو انا حبيت اوصل للاي دي بتاع السيتي في الشير بوينت، المفروض اللي يحصل تروح تمسك الستودنت بعدين تجيب منه اللوك اب ده اللي اسمه سيتي، بعدين تروح تسلكت من التيبل الثاني الاي دي. فكمل احسن انك الاول لو انت عاوز الاي دي تقول له ايه خد الاي دي معاك، بس مش هيظهر. لا ينفع يظهر وينفع انت حر. انت حر تظهره وتخفيه ماليش دعوه. يعني اعملها ازاي دي؟ عاوز اديت في الكولوم ده مثلا، اعمل كده ازاي؟ ليست سيتنج
واجي هنا دي الكولوم زي ينفع اقوم عامل ايه يا جماعه؟ اقوم داخل في الكولوم اللي اسمه سيتي اهو دوست عليه. يعني دلوقتي عندي ليست وقلت له هات معاك الاي دي. اوكي. هنا بقى ايه اللي حصل؟ فانا بقيت اقدر هنا على طول اقول له هات لي السيتي اي دي يقول لي 2. مش محتاج بقى اقول له ايه؟ هات لي السيتي دي فيديني السيتي. بعدين اروح لتيبل سيتي اقول له السيتي اللي اسمها اليكس بايه؟ فيقول لي 2 مثلا. هي اكشلي مش بتحصل كده بس اللوك اب فيلد التعامل معاه بيبقى صعب يعني. هوريه لكم كده كده هنشوفه يعني. ماشي يا جماعه؟ اللوك اب فيلد الفاليو بتاعته بتتسيف ايه؟ بتسيف الاي دي والنيم الاثنين لازقين في بعض بس بشكل ايه؟ معجون شويه. هنشوفها ساعتها. حد عنده مشاكل في اللوك اب؟ احنا كده تقريبا شفنا خلاص انواع كل الانواع الكولومز اللي موجوده ايه في الشير بوينت. ماشي. هنا برضو لو انت عاوز تعدل في الكولوم اوردر يعني هتلاقي في اوبشن اسمه كولوم اوردرنج، عاوز مين يظهر تحت مين، مين فوق مين في الفورمه يعني. فالترتيب انت تقدر كمان ايه تتحكم فيه. ماشي. بس خلاص. حاجة أخيرة برضو في اللوك اب، أنت ينفع تيجي في سيتي مثلا وتقوم قايل له هنا إيه؟ اللو مالتيبل. فساعتها لو جيت أقول نيو ستيودنت بقى الستيودنت ينفع يختار أكتر من إيه؟ من سيتي، صح؟ خلي بالكوا أنا لو رحت هنا في السيتيز وزودت أي حاجة جيت هنا عملت ريفريش الداتا أبديتد أهي. ليه؟ لأن فعلا في ريليشن وبيجيب الداتا من إيه؟ من مكان تاني. يعني انا كده قدرت اعمل ريليشن ايه؟ خلي بالكوا بقى الريليشن في الشير بوينت ما بتتعملش من ناحيتين مش زي ما كنا بنشتغل قبل كده، بتتعمل من ناحيه واحده بس. ليه؟ لان انا لو رحت دلوقتي هنا في السيتي عملت لوك اب من الستودنت مش هيرفلكتوا في بعض، فهيبقى الداتا هنا فيها حاجه والداتا هنا فيها حاجه. يعني لو انا رجعت تاني في الليسته دي بتاعت الستودنت ونرجع السيتي الاصليه، يعني هاجي هنا اقول له ليست سيتي واجي هنا اقول له ايه؟ ما تخلوش يقلقوا مين يا عم. هو طبعا كان بيقول ايه؟ ولو كان حد مختار كذا واحد اعمل ايه؟ اختار اول واحد؟ قلت له ماشي اختار اول واحد. ماشي عشان يعرف يظبط الداتا ثاني يعني. هو انا ما بعترضش برده بصراحه يعني راجل محترم جدا، مش زي السيكوال بيقعد يقول لك لا ده مش بيقلقوا نل ولا بيقلقوا نل، لما تفتح الفورمه هضرب اقول لك لا. طيب فانا دلوقتي ايه؟ هنا بختار اليكس. انا ممكن اجي هنا في سيتي حد يستنصح وما يقلقش مهندس انا هاجي هنا اعمل ايه؟ هعمل كريت لكولوم نوع لوك اب واسمه ستودنتس، صح؟ بيجيب الداتا بتاعته منين؟ من ستودنت. اوكي. وقال له مالتي بقى. هل ده مليان بداتا؟ لا. مع ان هنا ستودنت في ستودنت وان عنده اليكس. طب وينفع تعمل هنا كده كمان؟ تيجي تقول لي ايديت وتيجي تعمل لي كده مثلا كده بقى في كايرو هنا وهناك في اليكس. فالريليشن ما بتتعملش ايه؟ من ناحيتين، هي من ناحيه واحده بس. ماشي؟ واضحه يا جماعه؟ حد عنده مشاكل؟ طبعا اي هنعملها من ناحيه ما هي لا مش يعني بص انت عاده بتعملها في ايه؟ في التيبل اللي انت بتحتاجها فيه. يعني مثلا ايه؟ وغالبا بيبقى الوان يعني عشان الوان الميني دي بتبقى صعبه قوي. فانت بتقوم عامل ايه؟ مثلا ستودنت هو اللي يبقى فيه السيتي مش السيتي اللي فيها الستودنتس بتوعها. عادة انا بقى عاوز ستودنت عاوز اجيب منه اسم السيتي بتاعته مثلا. ماشي يا جماعه؟ حد عنده اي اسئله؟ اخر حاجه قبل ما نقفل بقى موضوع ايه؟ الفيرجن. احنا قلنا الشير بوينت الموضوع بالنسبه لنا عباره عن ايه؟ لايسنس. يعني ايه لايسنس؟ فلوس بتدفعها علشان تاخد جزء من الفيتشر او لا. طب هو الشير بوينت ايه انواع اللايسنس بتاعته؟ اول واحد اسمه شير بوينت فاونديشن، هي 2010 ولا 2013 واحد مش فاهم. شير بوينت ايه؟ فاونديشن. وده فري فيرجن. دول ايه؟ ده الكور بتاع الشير بوينت، لازم يبقى موجود عشان يبقى فيه شير بوينت. وده فري زي ما قلت لكم بس ما فيهوش فيتشرز تقريبا. ده احنا شغالين عليه؟ لا احنا شغالين انتربرايز. على حاجه. طيب ماشي. طب في فيرجن ثاني اسمه ايه؟ اسمه ستاندر فيرجن، ماشي؟ او سيرفر فيرجن. الستاندر ده بيعمل ايه؟ بيديك شويه فيتشرز مش كلهم. يعني مثلا البروفايلنج سيرفيس مش شغاله هنا. اعتقد البيزنس كونكتيف سيرفيس مش شغاله، يبقى الفرق ان في سيرفيس ينفع تبقى موجوده ولا لا. طب الانتربرايز ده في كل الفيتشرز مفتوحه، ينفع تحط كل اللي انت عاوزه او تختار منه او ايه تحط جزء وما تحطش جزء. يعني لو عايز
انت لو شغال فاونديشن كده انت معكش حاجه خالص تاني. السيرفيس من فوق بس. اشتري ده. اشتري كله. يبقى كل ليفل من دول عباره عن ايه يا جماعه؟ فلوس. طب كام بقى؟ ماشي مش متاكد من اسعار اللايسنس بس مثلا هوستنج ممكن يوصل على الاقل ل 7000 جنيه في السنه مثلا. هوستنج؟ وده رقم كبير. ماشي في الهوستنج. ماشي؟ هما مايكروسوفت بتحاول تظبط الموضوع شويه بانها تعمل موضوع الكلاود ده عشان تقلل التكلفه بس برضه ستيل بتبقى تكلفه غاليه فمحدش بيستخدمه غير فعلا اللي محتاجه. حاجه ثانيه برضه انتوا ممكن تلاقوا مثلا ناس بتتكلم ان على الكوميونتي مثلا بيقولوا ايه ان السي ام اس مثلا في سي ام اس اسمه جمله ده اوبن سورس بي اتش بي يقعدوا يقولوا ان السي ام اس اسمه جمله ال ك احسن من الشير بوت او اكثر انتشارا من الشير بوت. المعلومه دي خطا، هي معلومه ناقصه حقيقه. انا عارف زي ما حد يقول لك ايه ولا تقربوا الصلاه ماشي وما قراش وانتم سكارى فيقول لك ما تصليش، ربنا قال ما تصلوش ماشي. فهي برضو نفس الموضوع، هو الموضوع ايه؟ لو بنقارن الشير بوينت بالجمله اذا سي ام اس فالجمله هو الاكثر انتشارا. هل بقى هو الشير بوينت اذا سي ام اس؟ فانت عامل ايه؟ جبت طياره هليكوبتر قارنتها بطياره ايه؟ حرب اف 6 اف 21، جبت اف 21 حطيتها جنب طياره هليكوبتر وقمت قايل ايه؟ الطياره الهليكوبتر دي بتطلع طالعه عدم بتطلع كده لفوق، انما الاف 21 دي بتحتاج مسافه قدامها فبتجري فالهليكوبتر احسن. طب تعالى في الحرب فاهمين قصدي ولا لا؟ انت ما تحاولش تشبه تشبيهات غير منطقيه. هو حتى السايت اللي عليه المقارنه دي قايل كده ان لو بنقارن الشير بوينت اذا سي ام اس بالجمله فالجمله هو الاكثر انتشارا اذا سي ام اس. المنطق بقى ده ايه؟ هل حد عاوز سي ام اس يا جماعه؟ يبقى قدامه حاجه فري، قدامه حاجه بقول لك الهوستنج على الاقل 7000 جنيه غير التكلفه بتاعت الديفلوبمنت ويروح للشير بوينت يبقى اهبل اصلا. يعني انا لو مكانه هعمل جمله، هعمل جمله ماشي وانا بتاع دوت نت اهو هعمله جمله، انا ليه خليني ادفع فلوس دي كلها؟ او هعمله حاجه ثانيه غير جمله بس برضه تكون ايه؟ تكلفتها مش عاليه. صح؟ فانا عمري ما استخدم الشير بوينت وهو ايه؟ وانا عندي حاجه ثانيه فيها تعمل طبعا اللي هو بيعمله. خلي بالكم برضه نتفق على اتفاق يعني. كلامي مش معناه ان الشير بوينت ده ولا احسن حاجه في الدنيا ولا هو وحش. كلامي انه ايه؟ ان انت على قد الامكانيات اللي متاحه بالنسبه لك في الشغل هو ده اللي انت هتعمله، على قد الطلبات المطلوبه هو ده اللي انت هتعمله. الشير بوينت قبل ما كان يبقى موجود مثلا ما كانش حد هيفكر يعمل سيرش انجن في سايت. صح؟ فبرضه الفيتشرز اللي فيه قبل ما كانت تبقى موجوده احنا ما كناش محتاجينها. بس بالظبط زي اي حاجه في حياتنا دلوقتي، زي الموبايل لما ما كانش موجود محدش كان حاسس بحاجه صح؟ اول ما بقى في موبايل لو رنيت على اخوك دلوقتي مرتين ورا بعض ما ردش عليك تقلق. طب تقلق ليه؟ ما هو اصلا كان قبل كده ممكن يقعد يوم كامل ما اسمعش صوته. تجيبه بالليل وهو راجع، ما كنتش بتقلق. نفس الكونسيبت. فالشير بوينت في فيتشرز هايله جدا بس انت مش لازم تكون محتاجها. فانت ما تستخدمهاش غير امتى؟ وانت محتاجها. ماشي؟ حد عنده اسئله؟